أبو أحمد من جدة، تفضل أخي أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح، نشهد الله على حبك فيه يا شيخ. بارك الله فيك. يا شيخ، والدي توفى قبل أسبوعين تقريبا في مدينة جدة الله يرضى عليك. وعندي والدتي يا شيخ، حنا 4 أخوان، واحد في الطائف وأخوي في جدة، واثنين من أخواني في جدة، وأنا الرابع في رابغ يا شيخ. حنا 3 من الأخوان كانوا الوالدان يجون عند استمرار يا شيخ، بحكم أن الوالد مقعد والوالدة برضو تعبانة، وأصلا حنا من الباحة يا شيخ، في مدينة الباحة، الوالد مقيم في الباحة، لكن آخر تقريبا 10 سنوات يروح للباحة بس الصيف في الإجازة الصيفية يا شيخ. الآن يا شيخ السؤال، العدة بالنسبة للوالدة أطال الله عمرك، هل تبقى هي الآن موجودة في جدة، والدي توفى وكان عند واحد من الأخوان في جدة، فهل تبقى في جدة عند أخوي اللي توفى والدي لما كان عنده، ولا تبقى تطلع الطائف، هي عندها يعني ظروف كذا الحر وكذا يا شيخ، تبقى تطلع الطائف عند أخوي اللي في الطائف؟ لا يا أخي، تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تتم العدة. نعم، أحسن الله إليكم.